السلام عليكم. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز أسأل على سؤال. سل. دلوقتي أنا بصلي على كرسي. نعم. فأنا دلوقتي يعني في السجود بدخل أقعد طبعا على الكرسي، لكن في الوقوف بكون قائم على رجلي. أستوي مع الصف بقدمي ولا أقدم الكرسي عشان ما أضرش اللي ورايا؟ الأمر سهل، كل ذلك جائز وعلى حسب المصلحة العامة. على حسب المصلحة العامة؟ نعم. يعني ما أنا لو قمت وقفت أبقى متقدم في الصف أبقى في نص الصف. نعم. لو أنا وقفت على قدمي أبقى في نص الصف لو أنا قدمت الكرسي. ما انا بقول لك على حسب، لا يعني انت اذا جلست دلوقتي نريد منك مجلسا، اذا قمت تكون مع الناس في الصف، اذا قمت تكون مع الناس في الصف، لا تكون متقدم ولا متاخر، اضبط الكرسي على هذا.